وأيضا ينضم معنا الدكتور ياسين عبد الملك مدير إدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي. أهلا بك دكتور. إذا هناك وباء يتحدث عنه الناس في تعز ويفتك بالعشرات، ما هو التشخيص الصحي لهذا الوباء؟ السلام عليكم، سعد الله مساكم ومساء الخير مشاهدينا الكرام. نحب ان نرسل رساله لكل المواطنين ونطمنهم باننا في غرفه عمليات محافظه مكتب الصحه التابع لمحافظه تعز نعمل على قدم وساق هذه الايام، ولدينا تم اليوم تكليف فريق من الاطباء بالاختلاف مع جامعه تعز والبحث العلمي لجمع عينات من المستشفيات والمرافق الصحيه وكذا الاسر التي اغلبها مصابين بهذا الوباء او الجائحه التي انتشرت مؤخرا. نعم. ومن ثم نقلها الى المختبر المركزي للتاكد من نوع هذا الوباء الذي يصيب هذه المواطنين. نعم، هو فقط حمى الضنك؟ حتى يتم التاكد، نحن اخي العزيز الان في موسم الشتاء، وكما تعلمون يعني موسم الشتاء موسم بارد، وبالتالي البعوض نسبه البعوض توابد البعوض بسيطه جدا، واغلب الفحوصات اللي كما اسلف الزملاء من قبلي التي اجريت للحالات المصابه المنخفضه كانت النتائج سلبيه ليست محمى الضغط، ولكنها مشابهه بالاعراض مشابهه بالتشخيص السرير. نعم. طيب هل هناك اعداد؟ نعم، اود ان اسالك هل هناك اعداد للمصابين والمتوفين لهذا الوباء؟ طبعا سجلنا اكثر من 5500 حاله اشتباه بحمى الضنك. نعم. طبعا في الفتره الاخيره هذه الغضون هذا الشهر نوفمبر والاشهر الاخيره من اكتوبر سجلنا حالتين وفاه في المدينه تشبه بالاعراض عرض حمى الضنك، تنقص الصباح دخلوا في نزيف حاد وتوفوا، لكن ثلاث حالات اللي هي كانت سابقه قبل الجائحه كانت في المديريه خارج المدينه، وكانت حسب التقطي والترصد للحالات على انها تشابه اعراض حمى الضنك. طيب حالات وفاه من بدايه. نعم. طيب هل من اجراءات الصحه تقوم بها لمواجهه هذا الوباء، وخاصه بعد استلامها عن 50 مليون ريال؟ بالنسبه للمبلغ هذا اللي تتكلمي عنه لم نسمعه الا في لن نراه ابدا. عدد المحافظ جزاه الله خيرا وقدمها توجيه بالشرط، لكن الى الان لم يقل. نحن نشتغل بجهودنا الذاتيه بجهود مكتب الصحه والعاملين الصحيين التابعين لمكتب الصحه. نحن اليوم الثالث اليوم نقوم بحملات ثلاث ضبابي للمدينه الثلاثه القاهره والمنصور وصاله، واليوم بدانا بعمليه تخصيص صحي لعمليه جمع المياه بطرق سليمه وصحيحه لمنع انتشار هذا البعوض باذن وجيه. اما المبلغ هذا لم يصل، عدد الاف المحافظ وجد بصرفه لكنه الى الان لم يصل. نعم. طيب هل من تعليمات توجهونها الى المواطنين لتفادي المرض بهذا الوباء؟ نحن الان في اليوم الثالث على التوالي بالنزول الميداني للثلاث المديريات لدرجه الضبابي ونشر رسائل صحيه للاخوه المواطنين بعمليه التثقيف الصحي حول انتشار هذا البعوض مثلا الموجي، ايضا بالتثقيف الصحي حول طرق المعالجه السليمه والصحيحه، وايضا فتحنا بعض المرافق الصحيه التي تتبع لمكتب الصحه كزوائر، فتحنا اكثر من مرفق صحي لاستكمال عدد الحالات الموجوده في محافظه تعز والمعالجه. نعم، نشكرك جزيل الشكر الدكتور ياسين عبد الملك مدير اداره مكافحه الامراض والترصد الوبائي.